السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم ضمن هذا العدد الجديد من برنامجكم المحيط المحاط. برنامج اليوم سيعالج موضوعا مهما يهمنا كمجتمع جزائري، كمجتمع إسلامي في الدرجة الأولى. موضوعنا حول تبذير مادة الخبز كما نسميها بعاميتنا وفي دارجتنا، هذه النعمة نعمة ربي. يسرني أن أناقش هذا الموضوع مع ثلة من خيار ما أنجبت الجزائر. معي على يميني السيدة حورية فليفتي، ممثلة عن الوكالة الوطنية للنفايات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. يسلمك. مرحبا بروحي عندكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. مرحبا بك، شكرا. ومعنا ايضا السيد بوثلجة كريم، وهو ممثل عن مؤسسة اكسترانات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نشكركم على الدعوة وشرف لنا انه نحضر قناة القرآن الكريم. مرحبا بك، بارك الله فيك. ومعنا ايضا شيخنا الفاضل موسى عزوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك ايضا في البرنامج وانت الضيف القار. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظك اختي فتيحه. شكرا، بارك الله فيك. ارتأيت في هذه الحلقه ان ابدا ببعض الاحصائيات التي جمعتها عن تبذير هذه الماده. احصائيات الاسبوع الاول من شهر رمضان لسنه 2015 تم رمي 60,000 خبزه في القمامه. إحصائيات سنة 2016 3 ملايين خبزة ترمى يوميا، وبأزيد من 6200 كيلوغرام من الخبز في النفايات. إحصائيات 2017 تشير إلى 10 ملايين خبزة يوميا ترمى في النفايات خلال شهر رمضان. لكن رغم هذه الإحصائيات نقول وأما بنعمة ربك فحدث، فهل يمكننا أن نحدث بهذه النعمة بهذه الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجدد التحية لك أستاذة فتيحة وللأخوين الأخت الكريمة والأخ الكريم، وأحيي جميع المشاهدين داخل الوطن وخارجه متابعين لهذه الحلقة خصوصا المحيط المحاط ولقناتي القرآن القناة الخامسة الجزائرية. عندما كنت أستمع إليك الأستاذة فتيحة وأنت تتكلمين على هذه الإحصائيات حز في نفسي جدا أنك تتكلمين على إحصائيات في بلد مسلم يقرأ القرآن. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والآية التي ذكرتها جزاك الله خير من سورة الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحانه وتعالى في السورة: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وهذه الأمة الجزائرية ليست بدعا على الأمم المسلمة التي حباها الله سبحانه وتعالى بالتكثير بعد القلة وباستقلال بعد استدمار واستعمار وبفتح مبين بعد أن أعاد لنا المأوى، فقال: فآواكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره بالاستقلال وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم. لام العلة الغاية، القراءة الغائية المقاصدية للقرآن، لعلكم ماذا؟ تشكرون. فما ذكرته من إحصائيات يتناقض تماما مع مقصد القرآن من قوله لعلكم تشكرون. أين الشكر؟ أين شكران النعم؟ شكران النعم الحافظة للنعم مع ما ذكرت من إحصائيات، ولا ربما يكون أكثر، لربما الخطب شديد. وقد تزايدت هذه النسبة في هذا في رمضان الفارس. هذه جزئية سنذكرها. نعم. في بحر هذه الحصة. ثانيا، لعل هذا عنوان من عناوين التبذير، هذا الخبز سميتيها بالدارجة الجزائرية نعمة ربي. ربي سبحانه قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن خلاله لكل الموحدين، بل وللإنسان، للإنسان المكرم عند ربه: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث بنعم الله أن الله يحب أن تظهر نعمه على عبده. اثنين، من علامات التحديث ومن مظاهر التحديث بنعم الله هو إيجاد حياض وحماية للنعمة، لأنها تحفظ بالشكر. وملاحظة، الشكر لا يكون كلمة تقال،
اعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. فالتناقض الصارخ بين السلوك أثناء عملية التبذير وبين القول بأننا أمة إيمان وإسلام، أمرنا أن نحافظ على النعم فنبذر. التبذير يتناقض مع أننا نشكر الله على نعمه. إنه لشيء فعلا يدعو إلى الوقوف مع الذات في الزمن وفي الوقت الذي نجد بأن من الناس في إفريقيا وفي غيرها من يتضوعون جوعا بل ويموتون. نعلم أن ثمة إحصائيات أولاد صغار لا يجدون الحليب فيموتون جوعا في وطننا العزيز أمتنا، من الخير العميم الموجود فيها، وهذا دليل خير. لأن التبذير يأتي من ماذا؟ من الإيجاد ولا من الزوال؟ يأتي من نعمة إيجاد. فطالما الشيء موجود فروح تبذره، ويزداد الأمر في عمقه وفي إيلامه في جرحه إذا ما قلنا أن هذا برز أكثر كظاهرة في رمضان. رمضان جاء للصيام، معناها الإحجام والإمساك، فكيف جاء الصيام في عملية طردية مع ماذا؟ مع الزيادة. هذا أيضا سنفصل أكيد سنفصل في كل هذه النقاط التي ذكرتموها شيخنا الفاضل. لكن قبل ذلك أدعوكم وأدعو مشاهدينا الأكارم متابعة هذا الاستطلاع الذي رصدته لنا الزميلة لزيقة أسلماني حول الجزائري أو الفرد الجزائري كيف ينظر لعملية التبذير في هذا الشهر الفضيل لتبذير مادة الخبز. نتابع ثم نعلق بعدها. ظاهرة الخبز هادية والله العظيم غير تبذير كبير. كاين اللي ياكل خبزة يشري ثلاثة، وكاين اللي ياكل زوج يشري خمسة. على بالك الناس ولات ما تخممش. يا صاحبي دوك انت يا تعرف شحال عندك في الدار العائلة تاعك، علاش تشري بزيادة؟ دوك صح كاين بروبليم تاع لي بولونجري، ماناش نقولوا ما كاش، بصح يا خويا خذ الاحتياط تاعك. علاش تشري ربعة من بعد تاكل انت واحدة ولا تاكل زوج وترمي زوج؟ علاش؟ كاين اللي يقول لك انا كونجليه، الخبز ما يتكونجلاش يا ابن عمي، اسكو فيه الفرينة فيه الخميرة بليتو. يا صاحبي والله غير بزاف على بالك، والله غير ونهضروا ونعاودوا، والله غير انا نديك وين نسكن انا، ونسكن في الكونفور، والله غير نعلقي لهم ورق خادمين لهم سبيسيال بالميكرو. يا ودي ما تبدلوش وما ترميوش الخبز، ولينا نشوفوا حاشاك مع الزبل مع لي زورتير، حرام يا ودي والله غير حرام. ظاهرة تبذير الخبز في المجتمع الجزائري، كي يشوفوا لغة الأرقام يقول لك باللي الجزائريين يبذروا 1,200,000 باغيت في النهار، تسمى هذا سيترو. ونتمنوا باللي المجتمع تاعنا يكون واعي في تبذير الخبز. واحد يحتاج دو باغيت يشري دو باغيت، وكاين اللي تاها شري مدور شري هذا شري طويل شري مونيس ما هو بعد غدوه من داك سيت كيف يرمي يجيب واحد اخر، وهي ماشي مليحه هكذا. ما لازم نبدلوا حتى حاجه ماشي غير في الخبز، ني الماء ني احنا عندنا الماء نبذروه، الخبز نبذروه، كل حاجه نرموها بلا معنى. هذا الشيء هذا يعود لرب العائله للزوجة، تعلم أولادها من صغرهم كيفاش يحافظوا على كل حاجة عندها قيمة في الدنيا هذه. احنا ماذا بينا الخبز هدايا ينجموا، كاين كيما اللي عنده مرأة في الدار دير سفيرية تصدق جارتها، كاين تحتها هيبة تصدق لهم دير بها الخير نورمال، ماشي غير رمي باسكو هذا خبز، هذه نعمة تاع ربي هذه، وحنا ماذا بينا ان شاء الله ربي يهدينا. هذا معك تبذير كل مرة تزيد الحالة نورمالمون، يعني احنا كمسلمين لازم نطبقوا الاسلام ونشرو واش ناكلو. باريزون كيما في رمضان واحد اللي يسحق دو بتي با يشري ربعه ولا خمسه، الظاهره هذه لازم تنقص، يعني لازم تكون ثقافه وقناعه. بالفعل كما أشار آخر متدخل هي في الأخير ثقافة وقناعة. لكن قبل أن نغوص في التعليق على هذا الاستطلاع أريد فقط أن أسألكم كيف كان حالكم كأفراد جزائريين في التعامل مع هذه المادة في الشهر الفضيل، يعني هل كان في تبذير فائض استهلاك غير طبيعي في هذا الشهر الفضيل؟ نبدأ معك سيدة حورية. طبعا نعيد ترحيب
بالضيوف الكرام. نقول انه في هذا الشهر الفاضل كمواطنة جزائرية نستهلك مادة الخبز، هي مادة أساسية في المائدة الجزائرية، لكن على التبذير نقولوا انه في السنوات الفارطة كان التبذير أكثر من هذه السنة. راجع لماذا؟ راجع للوعي، ربما انه هذه المادة راهي تضيع، فيما انه كاين اناس اللي راهم محتاجينها ومشتاقينها وما عندهمش باش يعيشوا لقمة باش يعيشوا. نقولوا احنا هاد وتربينا انه هاد المادة خاصة احنا ملي كنا صغار المادة تاع الخبز كنلقاوها في الارض نفدوها نسلموا عليها ونحطوها. هذا دليل انه عندها هي ماده مقدسه. نشوفوها الان في الحاويات النفايات مرميه، ولا نشوفوها على الارصفه مرميه، هذا الشيء اللي امر مؤسف نتاسفوا له كثير. لكن في العائله هل بذرتوا الخبز؟ ما يعني صراحه كما السنوات الماضيه كان أقل من السنوات الماضية نسبة. لماذا؟ لماذا يرجع هذا الأمر؟ سي ترشيد النفايات، ترشيد النفقات راجع للترشيد في الشراء. المستهلك لازم يعلم أنه عنده طريقة في الاستهلاك تاعه، ماشي كل ما يقتنيه رايح يستهلكه، يقتني ما راح وش رايح يستهلك، وخاصة في الشهر الفاضل. الحاجة اللي كنا نديروها هذا رمضان ما درناهاش في رمضان الفرد، أنه كنا نقضيو في السهرة، أنه يكون البطل ممتلئ، مش راح يكون كاين متشبع، مش راح يكون كاين تبذير أكثر. هذا ربما ماشي خاصة بمادة الخبز، ولكن كان جميع التبذير الغذائي بصفة عامة. ربما سنحكي عن كل هذه النعم التي حبانا بها الله سبحانه وتعالى، ربما لم نقدر هذا الأمر كجزائريين كمسلمين، لأنه بالفعل في مجتمعات وربما حتى في أفراد في مجتمعنا يشتاقون هذه المادة، وفي حين تجد بعض العائلات أو بعض الأفراد يبذرونها بداعي الشهوة أو بداعي لمجرد التبذير وهكذا. نعم، أما ماذا عنكم سيد بوثلجة، كيف كان ترشيدكم للاستهلاك لهذه المادة في الشهر الفضيل؟ الله يستقيني سيدتي، يعني احنا في العمل نتاعنا يعني رانا ندرس كل الأمور فيما يخص تسير النفايات، فيما يخص كميات النفايات، بما في ذلك الكميات يعني النفايات اللي تسترجع الريسكالا. والان وصلنا رانا نتكلموا كثير على الخبز، اللي وصلنا آفة كبيرة اللي راهي التبذير ورمي الخبز. فلما بدينا يعني دراسات، واحد يبدا بنفسه اولا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. واحد بدا على مستوى الأسرة نتاعو، يعني بصفة عفوية تركت على مستوى العائلة نتاعي، يعني تركت الأمور تمشي ونشوف كيف هي الامور، سيروره تاع الامور وما هي الاخطاء، لانه واحد يبدا من عنده يعرف الاسره الجزائريه كيف راهي الامور راهي تتحرك. يعني احنا كأسر جزائريه مسلمه تقريبا عندنا نفس التفكير، نفس لي ميم كومبورتمون. فمع الايام بديت نشوف باللي يعني مرات يعني الخبز من نشروه الوغ المينو يتبدل، تشري يعني اوتوماتيكمون يعني بصفه عفويه تشري خبزتين يوميا مثلا، الوغ في العشاء ولا في الفطور يتبدل، دير سباغيتي ولا دير روز ولا اللي ما راحش تستهلك الخبز هذاك. فتلقى غدوه من ذاك الخبز هذاك زادوا تشري زوج خبزات، الطفل راح اوتوماتيكمون راح يعني بصفه عفويه شرى خبزتين، حتى بقاو الخبزتين اللي مقبل يندارو في الكونجيلاتور ربما، ولكن بعد يومين ثلاث ايام تلقاي روحك باللي رميتي خبزتين. هذه بدات من البدايه، يعني عندنا بزاف وانا نلاحظ في الامور هذه. فبدينا نسير في الامور هذه يعني على مستوى الاسره باش نشوف الكومبورتمون وين راهم الاخطاء على مستوى الاسره، يعني رب الاسره ولا ربة الاسره ولا الابناء. فلقينا هذه من بين الاخطاء، يعني ما كاش تواصل وما كاش برمجه فيما يخص المينو تاع اليوم، يعني واش راح دير ربة البيت ولا المينو تاع الاسبوع. نعم، هذو من بين الاخطاء. من بعد الايام بدينا يعني على مستوى وراني نعمل على مستوى المديريه اللي نعمل فيها، فبدينا الارقام بدات تتابع، فبدينا اكثر ملاحظه واكثر يعني بلوس دو سيفيريتي او ماتير دو جيستيون، يعني بدينا نزيروا الامور ونشوفوا وين راهي لي فاي اللي بقاو. فلقينا باللي الخبز يعني كاين خبز انواع نوعين تاع الخبز، وهذه بشهاده نقابه المستهلكين الرابطه تاع المستهلكين. نعم، يقول باللي حمايه المستهلك يقولوا باللي الخبز يعني راه يبقى لانه راه النوعيه نتاعو نوعيه المدى، ربما هذا احد الاسباب التي تجعل الافراد
ربما لا يتناول. نعم هما اللي راهم يقولوا باللي يعني الخبز راه مدعم، فعلى مستوى الخباز ماهوش يدي نسبة الفايدة كبيرة، فالنوعية تاع الخبز تكون ماهيش من نوعية جيدة، فالخبز لما تديه يعني غير يزيد عليه شوية وقت تروح النوعية تاعو، فيعني ما يصبحش يستهلك. يعني ربما هذا أحد الأسباب، نوعية الخبز، دعم الدولة لهذه المادة، هي كلها ربما أسباب طرحتها الاتحادية أو الجمعية الخاصة بالخبازين، قالت لهذا السبب، لهذا السبب يرجع أنه الجزائريين كلهم راهم يرميوا في هذه المادة الحيوية، هذه المادة المهمة اللي مجتمعنا الجزائري معروف أنه ما يستغناش على هذه المادة. فعلا، فمن بين الأسباب كذلك لاحظنا باللي الخبز المطلوع مثلا اللي يتشرى على مستوى الارتيزانال في مصنوع في البيوت، في البيوت. ولا تلاحظي معي، لاحظوا على مستوى كل بلديات الجزائر القطر الوطني، لما يجي رمضان تجي منطقة للأطفال الصغار يبيعوا فيها الخبز المطلوع، يعني باش يعاونوا. هنا نطرحوا إشكال آخر، هو عمالة الأطفال، هذا إشكال آخر. فالخبز المطلوع هذاك الناس تروح تشريه، النوعية نتاعو ماهيش نفس النوعية نتاع الخبز المصنع، رغم أنه نفس المادة الأساسية اللي هي الفارينة. فعلا، إلا أن النوعية تختلف ولكن السعر يختلف كذلك، هذا تشريه ب 30 دينار ربما 40 دينار، والآخر تشريه ب 8 دينار ولا ب 9 دينار. فهنا لما يشريه ب 30 دينار لما صغيط وما يرميهاش؟ لا، يعني لما يدفع المال بين ما ب 60 دينار يشري 6 خبزات و 60 دينار يشري خبز 60، يعني القيمة المالية يحس لها اللي يروح يشريها. يعني تغيضوا أنه يرمي حاجة مشرية ب 3000. فعلا، هذا وش حبيت باش نلحقوا الرسالة للمشاهد للمواطن. ما يشريش كثير، والنوعية، النوعية تاع المطلوع تكون يعني نحبوا ولا نكرهوا، الناس كامل تحب المطلوع سخون، تحبوا خاصة في شهر رمضان. فهذه من بين الأمور اللي خلات هذه النسبة تاع التبذير من هنا كاينه ومن هنا ناقصه شويه، يعني هذه الامور رانا نتبع فيها ورانا ندرسوا فيها. الا تكلمنا بصيغه الارقام مثلا، لانه كل الامور رانا نتبع فيها. درنا بعض البلديات. استاذ سامحني فقط قبل ما نوصلوا للاحصائيات نسال شيخنا موسى عزوني. شيخنا موسى عزوني، يعني دائما في نفس الاطار في شهر الفضيل خصوصا معكم الشيخ ما شاء الله تعدين، الناس مهما يكون يقدروا رجل الدين. تعدين. نعم. يقدروا رجل الدين ياخذوا له الراي في الخطب المسجديه، يعني هل تلاحظ انه في خطاب مسجدي معين في الشهر الفضيل خصوصا موجه لهذا الناس المبذرين، لهذا المبذرين للمواد الغذائيه وعلى راسها وخصوصا ماده الخبز، يعني تلاحظ انه كاين هذا النوع من الخطاب؟ اكيد، احنا تنوع الدروس هذا واجب شرعي، لابد ان نلامس كل مشاغل الناس ومشاكلهم، لكن لا أذيع سرا إذا قلت أن شهر رمضان لا يمكن أن نلم بكل العناوين، لكن هذا من العناوين التي تطرح كثيرا في 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 مساجدنا في شهر رمضان، الحديث عن التبذير، الحديث عن مثل هذا الإفساد. وأصارحك القول أنه طالما سألت عن الحياة الشخصية من أفضل رمضانات التي قضيتها هذا العام، يعني خاصة في مثل هذا الحديث تاعنا، سبحان الله، قدر الله أن العنوان جاء متناسبا، فلم يحدث عندي هذا الأمر، بالعكس تماما، وعدلت عن هذا الخبز كله إلى شيء من خبز الشعير أو القمح بشيء من الماء حتى الزيت، نقول للأهل ما تديريش الزيت، وفعلا مثل ما يحكي قطعة بسيطة كانت تكفي في الفطور مع شيء من التمر ويكفي. أنا ما أرجحه عاملين أيضا، التثقيف والتوعية، قرأت كثيرا على الخبز الأبيض فوجدت أن له أضرار خطيرة، حتى بعض الدراسات العلمية أضرار. تشير إلى أنه نعم. حتى مسرطن يسبب بعض من هذا بصراحة أكون صريح معك، جئت من هذا الجانب الصحي أيضا. نعم. ليس قضية التبذير، أنا في الأول ما نشريش كثير الخبز، فهذا الأمر قناعة ذاتية وهذه لابد أن نبني عليها. نعم. فابتعدت نهائيا. الأمر الآخر ذكرتم قضية، أنا بحكم عشتي أيضا في أمريكا، نقول لك الخبز رخيص في الجزائر، الخبز رخيص في الجزائر، ثمنه رخيص جدا. صحيح جدا، وهذا لكن مبرر. حتى النوعية ليست نوعية جيدة، ليس نوعية ولا ماشي نوعية، أنا أتكلم على البرايس، على الثمن،
وهذا الذي يدفع الإنسان اللامبالاة، والدليل ما قدمه الأستاذ. نعم. نقارن مقارنة ولو يسيرة بين على جناح السرعة يدوياً بين المصنوع اليدوي. المصنوع اليدوي 3000 ولا 4000 ما يشريش كثير. العقلية صح شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل يعني هو الخبز نشفاه لما كنا صغار، لما نجوزوا على البولونجري على المخبزات ريحة وكأنها ديرناها، لكن لابد لكن الآن هذا لا يحدث، وهذه الإشكالية تاع الخبز هي تحدث في السنوات الأخيرة فقط فتيحة. ليس منذ الأزل، يعني حتى لم نكن نسمع بالحاويات المتعلقة بالخبز إلا في الآونة الأخيرة. شيخ فتيحة صح، هنا القضية كلها اقرأ باسم ربك، تثقيفية اختي فتيحة. صحيح. لما انت تحطي، معليش انا لست متخصص لكن تعلمت من الدكاتره، عندنا احنا حصه بلسم تعلمنا من استاذنا كمال فليسي، تعلمنا من الدكاتره، تعلمنا من الناس اللي راهم يعلمونا، بما انا استاذ لازم حصه كيما هذه والحصه الاخرى نثقفوا، هم علمونا. قال لك لما تحط النشويات، مجتمع الجزائري لازم يا اخواني كيفاش تحط بلاط تاع روز وزيد تحط البطاطا وزيد تحط الخبز، تو واش راك دير في جسمك؟ ثلاث نشويات. المجتمع ثاني لازم يتعلم، انت ما كاش تنسيق بينك وبين زوجتك، هي دايره مثل ما حكى خونا، دايره هي سباغيتي ودايره البلا ريزيرف، دايره الروز وانت جايب 10 باغيطات، اذا هناك خلل. المجتمعات الاخرى لما تروح اختي في مطعم في امريكا يقول لك نعطيك تفاحه ولا خبزه صغيره. صح. ما اردت ان اصل اليه ايه؟ شيخنا هو انه هذا الامر ليس بجديد على المجتمع الجزائري، يعني بطبيعته يتناول الخبز، لكن هذه نسب التبذير لم تكن موجوده من ذي قبل بهذه النسب الفظيعه، يعني هذه الماده. اذا الظاهره خرجت من الضرر الى تبذير. نعم. الى فحش، وهذا التبذير مجلب لغضب الله عز وجل علينا، لان وعلاه وما شفناش الزلابيه مرميه؟ انا شفت قناطير في الفيسبوك لما تشوفي تغمضي عينك حتى تشمئزي بالقناطر رامينها، علاه؟ هذا فيه عسل وفيه زيت والزيت ماشي غالي. لا الامه راهي تبذر يا اختي، كما قال في التقرير اللي درتوه قال نبذروا الماء. نعم، نحن امه تبذر الماء، نحن أمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تبذرش ولو توضيت على نهر جير، ولنا حلقة خاصة عن تبذير الماء في القادم. إذا نعم. التبذير كعنوان أختي فتيحة، التبذير كعنوان عنوانه الكبير هذا تبذير الخبز، لأنه ظاهرة مقززة وراهي غير تزيد وأرقامها مرعبة، وأرقامها مرعبة. الوازع الإيماني الإنسان لازم يخاف ربي، كيفاش ترمي النعمة؟ نعم. الأخت قالت قبيل هذه الكلمة وصح، في جيلنا حنايا تلقى فتاتة تاع خبز ترفدها تقبلها وتحطها داخل الثقب تاع الآجور أو تفتتها وترميها. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان يفتت في الخبز ويرمي فيه للنمل، فجاء من قال له يا ابن عباس واش راك دير؟ قال أوليسوا جيراني؟ ودرنا واحد الحصة على الريسيكلاج. نعم. درنا عليها، هضرنا على الخبز، علاش جداتنا وامهاتنا كانوا يديروا لنا بالخبز هذا الامور وما يرموش؟ علاش الخبز، علاش تروح تشري انت الخبز اليابس هذاك تشريه باموال طائله وانت عندك كيفاش اليابس هذاك نفسه هو تديره؟ يعني احنا ثان كما قالوا في التقرير الزوجه عندها دور، امهاتنا عندهم دور، هذه الثقافه لازم ترجع لبيوتنا. ربما اعود الى السيد بوثلجه حينما تحدث عن الاحصائيات، وقبل ذلك اذكر ما ذكره رئيس الاتحاديه الوطنيه للخبازين السيد يوسف قلفاط، انه حجم كميه الخبز الذي تم تبذيره خلال الاسبوع الاول من هذا الشهر الفضيل لسنه 2018 قدر بنحو 7 طن بولاية الجزائر العاصمة فقط. يعني هذه أليست كارثة؟ إذا تكلمنا بلغة الأرقام سيدتي نروح مباشرة للموضوع، لأنه تكلمتها في أحد القنوات. اتحادية الخبازين ربما تكلم على رقم شحال يبيع خبز، اتحاد المستهلك ربما يتكلم على شحال شرينا، شحال المستهلك شرى خبز، ولكن ما يوجد في نحاويات النفايات واكياس النفايات وفي مرمي في الطرقات، المؤسسه التي تقوم برفع النفايات هي اللي تقدر تعطيك الكميه والارقام اللي رفعت من الطرقات. لهذا دعناكم للحضور معنا في هذا البلاطو. نعم. استاذ فانا احنا ما ناش نكذبوا في الارقام، ولكن لكل مقام مقال ولكل اختصاصه. نعم. فلما نتكلم بلغه الارقام ربما يقول انه باع 20 مليون خبزه، ربما باع 40 مليون خبزه، الا انه اتحاديه الخبازين تقول باللي في شهر رمضان البيع ينقص لهم، فلذلك
هما اتحاد اللي الخبازين يقول لك احنا لما ينقسمنا البيع ننوعوا في الخبز باش نجبد اكثر المشترين. نعم. فنلاحظ في شهر رمضان تلقاي الفيسال، تلقاي سكوبيدو، تلقاي البريوش، تلقاي انواع كثيره اللي ما نلقاوهاش في الفطار. دائما نطرح السؤال علاش هذا الخبز نلقاوه في رمضان وما نلقاوهاش في الفطار. فالانسان اللي يدخل باش يشري خبزه تشوف الفيسال يقول لك هذه نديها للشربه، راه جيعان، راه صايم. يعني هذا كل واحد يعني هذه طبيعه انسان، هذه هو انا الشيخ بالك يزيد يعطي يشري بطنه. فالبريوش الطفل الصغير يدخل مع باباه اول يوم يصومه، نعم، يدخل معه يقول له شري لي بيون شوكولا، شري لي ربما طفل صغير وصغار بزاف اللي يتسحروا به فعلا، قلب اللوز الزلابيه الى غير ذلك. هذه من بين الامور. نقول لك انا من بين الارقام اللي رانا نرفع فيها احنا، يعني رانا نرفع من الطرقات كميات. فلما بدينا نديروا في الاحصائيات لقينا ما قدرناش نتحكم حتى في الارقام. نعطيك لانه المسترجعين الغير مرخصين ولا ريكوبيراتور انفورمال. الشاحنات صحيح. ريكوبيراتور انفورمال. راهم يدونا في الخبز من حاويات وراهم يرفدوا من ابواب من عند ابواب الناس، لانهم يعاودوا لهم البيع لاصحاب المواشي وراهم في علاقه مع بعض الناس اللي يخرجوا الخبز ويدوا الكميات هذه. فهذو ارقام اللي روحوا لنا احنا ماناش نتحكم فيهم. لما نقول لك انا في شهر رمضان رفعت 6 أطنان من الخبز على مستوى 31 بلديه، ربما العدد اكبر بكثير. نعم، نعطيها لك يعني باش تكون. فلذلك واش وضعنا؟ وضعنا بلديتين او ثلاثه اللي متحكمين فيهم، ما خليناش لي ريكوبيراتور انفورمال يدخلوا لهم. نعم. وضعنا حاويات باش ندرس بدقه ما هو نسبه التبذير على مستوى الاسره الجزائريه وللفرد الجزائري، يعني باش نكونوا اكثر دقه في لما نتكلم على الارقام. ولما الناس تقول لك باللي الجزائري في عام 2017 ولا 2016 10 ملايين خبزه ولا 20 مليون خبزه ولا خمسه، من اين جابوا الارقام هذو؟ ربما اكثر ربما اقل. نعم. من الاستقلال رانا نتبع في الارقام، من الاستقلال تاع الجزائر ما لقيناش بنك معلومات اللي يتكلم على كميه الاستهلاك للفرد الجزائري من الخبز. يا هل ترى الفرد كان ياكل 100 غرام 200 غرام خبزه، خبزتين، خبزه ونص؟ في السبعينات شحال ولا ياكل الفرد الجزائري؟ في الثمانينات شحال ولا ياكل؟ يا هل ترى راه في تصاعد؟ راه في تناقص؟ ما عندناش الارقام هذه. مساله الاحصاء بالمناسبه مشكله على كل الاصعده. فعلا كل ما نجوا نذكروا قضيه من القضايا سواء اجتماعيه او هذه اجتماعيه او ظواهر اخرى الا ونحتاج ونفتقر الى علم الاحصاء ونولوا نديروا في الحلول هكذا اكبر. ما فيش مراكز مختصه في الاحصاء، وفي حتى اللي يخدموا اونوار كما نقولوا، يعني مثل ما كان يقول انه يسرقوا الخبز من الحاويات اللي كانت مخصصتها مؤسسه احصانات او مؤسسات. واحد الجزئيه في غايه الاهميه، معناها احنا نقدروا نقولوا 10 ملايين خبزه بصحه، وقال لك حتى في النفايات كاين اللي واحد اخرين يجي يرفد في الليل، كاين اللي غير قانوني، كاين فلازم هذا واقع رانا نتكلموا عليه استاذ. هذا راه واقع اللي رانا احنا نتبعوا يوميا. صحيح. حاويه وضع مهندسين باش يتبعوا. عاتني ثانيه صباحا ولا ثالثه صباحا يجي الانسان في الليل يرفد الخبز هذاك ويروح يتلف لك الارقام، عندك حيره كي تتبعي فيه. هادو سيدي ريكوبيراتور بون ما عليناش، راهم يدخلوه في الريسيكلاج، راهم يعطوه الدجاج، راهم يعطوه ربي يعاونهم، ولكن حابين نتحكم في الارقام فعلا. فموضعنا بلديتين او ثلاثه وضعنا لهم حاويات وفرق مختصه وربطنا كما نقول لك غلقنا اللعب، ما كاش اي ريكوبيراتور يقدر يدخل يرفد الخبز. انا نعطيك رقم اوفيسيال كما يقول لك رسمي لمؤسسه اكسترانات، دراسات مؤسسه اكسترانات، انه نسبه التبذير. نعطيك معطيات اخرى انه باش نقول لك انا راكي تبدري 2% لازم نعرف كميه الاستهلاك. كميه الاستهلاك على حسب الوكاله الدوليه للتغذيه الاف او، باش تشوف المعطيات من رانا نجيبوا فيها، يعني نجيبوا فيها من وكاله دوليه للتغذيه الاف او، تقول لك باللي الفرد الجزائري ياكل خبزه يوميا. طبقا للتطبيق هذا لهذه النظريه هذه، نقول لك باللي على مستوى العاصمه على مستوى الاسره الجزائريه نسبه التبذير 3%. هذه رقم إلى بنينا على خبزه، يعني على حسب معطيات الوكاله. إذا كان ياكل خبزتين فالنسبه راح تختلف. فلذلك احنا رانا نطلب من الهيئات هذه الاحصائيات، لانه الان دخلنا في عالم اخر، دخلنا في عالم المانجمنت الحديث في التسيير التسيير بشموليته، كسوا الادارات العموميه او المؤسسات الاقتصاديه. الى ما عندك نقطتين لازم تحكمي فيهم،
العنصر الفرد البشري يعني لاتخ هيومان المورد البشري والرقم المعلومه والمعلوماتيه. نعم. الا ما عندكش هاد النقطتين انت ما تحكمتيش فيهم الارقام، الا ما عندكش ارقام ما عندك حتى اقتصاد راح تقدري تحكمي فيه ولا برنامج ولا استراتيجيه راح تقدري تحكمي فيها. فنزيد نضيف لك بالنسبه للتبذير بالمعطيات هذه بالنسبه تاع 200 غرام للخبزه، يعني لما نرفع الكميات نقول باللي الخبزه راهي دير 200 غرام، لقينا نسبه التبذير 3% على مستوى الاسره الجزائريه. نسبه التبذير الكبيره اللي هنا راح ندخل لموضوع اخر هو على مستوى التجمعات، المطاعم الجامعيه، مطاعم المستشفيات، مطاعم الرحمه، مطاعم الرحمه ومطاعم الرحمه، نقولها ثلاث خطرات. نعم. يعني عارف علاش نقول ثلاث خطرات. نعم. نسبه التبذير راهي تفوق 20%، ماهوش خبز برك مطاعم الرحمه، خبز مع الماكولات اللي معاه. نعم. ودوك الى من بعد تولي الكلمه يعني زيد نتكلم على الموضوع هذا. هل ممكن نوصلوا الى ايجاد حلول، مثلا ايجاد بنوك الاكل لتوجيه وترشيد هذا الاكل اللي يبقى او بقايا الاكل الصالحه، يعني الصالحه للاستهلاك توجيهها وترشيدها، نسموها بنوك خاصه بالاكل، يعني جاوبني عليها. لكن بعد ما نشوفوا هذا الحوار اللي اجرته زميلتنا رزيقه سلماني مع السيده اسماء المام من الوكاله الوطنيه للنفايات، نتابع ثم نعود لمتابعة الحوار. الوكالة الوطنية للنفايات سنة 2014 قامت بعملية تصنيف النفايات، وين لقينا أن المادة العضوية للخبز هو يمثل يعني نوع من يعني المواد العضوية، لقينا أن النسبة هي 54%. كمادة مثلا البلاستيك لقيناها أنها 17%، ونسبة الورق هي 11%. يعني ما حبسناش عند هذا الحد، قمنا كذلك بمقارنة مع نفس عملية التصنيف تاع النفايات لكن اللي قاموا بها في سنة 2010، ولاحظنا أن نسبة كمية المواد العضوية أنها صار يعني حدث فيها انخفاض. نراكبوا التطور تاع النفايات على يعني المستوى السنوي، نلاحظوا في شهر رمضان ارتفاع محسوس لكميه النفايات المنتجه على المستوى الوطني، وهذا يعني كي نهضر على ظاهرة التبذير حقيقه ماهوش التبذير فقط للخبز وانما كذلك يعني المواد الاخرى، وبالتالي يعني عندها ينفليونس على كميه الخبز يعني اللي راح تكون منتجه ويبدرها يعني المواطن. على مستوى كل ولايات الوطن قاموا بانشاء مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري من اجل تسيير النفايات، اما جمع النفايات واما يعني تسيير مراكز الردم التقني للنفايات. هذه مؤسسات عموميه ولائيه تقوم صديق بتسيير النفايات على مستوى اقليم معين. دونك نحن كوكاله المصدر تاع المعلومات تاعنا هو تلك المؤسسات. في ولايه الجزائر هناك بعض يعني الاحياء قامت المؤسسات الخاصه بجمع النفايات على مستوى ولايه الجزائر وضع حاويات خاصه باسترجاع الخبز، وين هذاك الخبز يقوموا باسترجاع تاعو يعني يخصصوا له شاحنه خاصه به ترفع هذاك الخبز باش تديه لمركز الردم التقني للنفايات الخاص بولايه الجزائر، وين يعني يقوموا تما باعاده فرزه ويقوموا بالبيعه للاشخاص اللي يمكنها يعني تثمينه هو فيما بعد. إذا كنا قد تابعنا هذا الحوار الذي أجرته زميلتنا رزيقة سلماني مع السيدة أسماء أمال، وهي أيضا تعمل في إطار الوكالة الوطنية للنفايات. ربما من بين الأمور التي يجب أن نتحدث عليها هي العمليات التحسيسية التي تقومون بها على مستوى هذه المؤسسة، ربما للحد من هذه الظاهرة، ظاهرة تبذير الخبز والمواد الغذائية عامة. طبعا بالنسبة للحملات التحسيسية اللي نقوم بها على مستوى الوكالة هي ما تخش فقط التبذير الغذائي، تخص جميع السلوك البيئي اللي يقدر يغيره المواطن الجزائري، ولكن خاصة التبذير الغذائي في الشهر الفاضل. نقولوا احنا نحضروا دائما قبل الشهر الفاضل الحملة التحسيسية على التبذير الغذائي، انا عارفين انه النسبة تاع التبذير هي اللي تزيد في هذا الشهر الفاضل. نقولوا غيرنا النمط تاع التحسيس تاعنا اللي كان من التحسيس الكلاسيكي للتحسيس الرقمي. التحسيس الرقمي وين نروحوا انه يكون المواطن الجزائري وين نلقاوه،
انا الحين نروحوا للاحياء، نروحوا منش الحين نقدروا نمسوا عدد كبير من المواطنين انهم يغيروا السلوك تاعهم. نروحوا للمواقع التواصل الاجتماعي اللي قمنا بحمله على مستوى صفحه فيسبوك الوكاله الوطنيه النفايات، قمنا بنشر مسابقة هي انه شكون ربة البيت اللي تقدر تعيد تدوير كما نقولوا، تعيد تدوير الطبق تاعها اللي قعد لها من اليوم الفارط البايت، وانها تقدر تخرج منه طبق اللي تقدر تستهلكه في اليوم الموالي. كانت كاينه مسابقه اللي على مستوى كل اسبوع كان في تجاوب، كان في تجاوب كبير من قبل المواطنين. كانوا يعلقوا بالصور تاع الاطباق تاعهم، وكان كاين منافسه بيناتهم. هل عممت على المستوى الوطني؟ طبعا صفحه الفيسبوك على مستوى وطني، والرابحين في هذه المسابقه حيكونوا على مستوى وطني كذلك. جيد، لكن على مستوى ثاني، على مستوى اخر، يعني على باليش سؤال يطرح نفسه، يعني من قبل ما كناش نسمعوا بحاويات خاصه بالخبز، لا ترينه انه تشجيع نوعا ما للتبذير في هذه الماده لما يلقى انه حتى بتعبيرنا العامي، يعني نقول لك المؤسسه ايضا تشجع فينا دايرتنا بلاصه وين نرموا الخبز، يعني هذا ما فيش تشجيع نوعا ما. شاطرك الراي في هذه الفكره، انه المواطن راح يظن انه تشجيع من قبل المؤسسه اللي حطت له حاويه انه يحط فيها الخبز، ولكن نظرا للكميات الهائله من الخبز اللي كانت على مستوى الأرصفة اللي كنا نشوفوها، ما تقدريش تشوفي هذيك الظاهرة أن الخبز كما قلنا أنا عارفينه بلي نعمة كما قلتي نعمة ربي، ما نقدروش نشوفوه. على مستوى ولاية الجزائر كان كاين مشروع الجزائر العاصمة، مشروع تاع وضع الفرز الانتقائي النفايات على مستوى 32 حي على مستوى الولاية في انتظار تعميمه. الوكالة الوطنية النفايات كانت مشاركة في اللجنة اللي كانت تخصصت لهذا المشروع. فكرة أنه نحطوا حاويات متعددة للفرد الجزائري ويقوم بفرز النفاية تاعه ونحطوا له 5 ولا 6 حاويات، مش راح تكون فكرة جيدة أنه مواطن جزائري تزيد له شغل تزيد له عمل وأنه يفرز لك حاويات متعددة. بعد محادثة كثيرة وصلوا النتيجة أنه نديروا حاويتين، حاوية خاصة بالنفايات القابلة للاسترجاع وحاوية خاصة بالنفايات الأخرى المتبقية من النفايات القابلة للاسترجاع. كان مطروح نقطة تاع الخبز. الخبز وين راح يرميه المواطن؟ لأنه راح يرميه مش راح نقدروا نبدلوا بين ليلة وضحاها السلوك تاع مواطن جزائري، رانا 40 مليون جزائري ما نقدروش نبدلوا السلوك تاعهم بين ليلة وضحاها. قلنا يقدر يكون حاوية على الأقل التحكم يكون في الكميات تاع هذا الخبز اللي راهو يرميه المواطن الجزائري، وكما ذكر الزميل أنه مع ذلك ما يقدروش يتحكموا في الكميات لأنه كاين لو سيكتور انفورمال، كاين الغير مؤطر اللي يتدخل في هذه العمليه. وهذه اشكاليه كبيره، وربما تجرنا ايضا للحديث على الخبز هذا الى اين يذهب في المؤسسات الرسميه، اكيد لعمليات الرسكله. لكن شيخنا الفاضل موسى عزوني، في كثير من الاحيان نسمع على انه هذا الخبز يساق ويباع لمربي المواشي، وكلنا نعلم انه في بعض الدراسات العلميه اجريت على الخبز خصوصا في الاونه الاخيره، يعني في اضافات كيميائيه التي تضر صحه الفرد وصحه الانسان، لكن ربما هذا ايضا سبب من الأسباب الذي يجعله المواطن يبذره، يشتريه يأكل منه قطعة قليلة ثم يرمي الباقي. لكن ألا ترى أنه بهذه العملية، عملية الدورة التي يدورها الخبز من المخبز إلى الفرد إلى البائع إلى المواشي، ستعود علينا بالسلب أيضا، لأن هذه الماشية سنتناول لحمها أو حليبها إلى غير ذلك، أكيد هو وتؤثر على صحتنا. أكيد أنا دائما أذكر أنه أن الله سبحانه وتعالى عندما مثلا تكلم على النحل فقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم، ما هو العسل الذي فيه شفاء للناس؟ ماشي اللي يأكل على قلب اللوز،
إنما العسل الذي يتغذى على العشب الطبيعي. نعم. كذلك الأغنام، الأغنام أكلها طيب في حد ذاته، لكن أيضا الغنم ولا الإبل على اعتمادا على طبيعة غذائها هي نفسها، فإن كانت مادة الخبز تعطى ضمن مجموعة من الأغذية الصحية علميا الله يبارك، لكن إذا كان لأنها رخيصة ولأننا وجدناها في القمامات ها أو في الحاويات كما عبرت الأستاذة فنعطيها، ثم يأتي اللحم يعني حتى طعم اللحم لا يكون لذيذ، لا فيه ضرر آخر، ثم هذا الغنم هذا أو هذا الحيوان الماشية تزيد له الماء بعدين ويولي هذا النفخ هذا، وبعدين لما نروح نذبح الأضحية ذي نلقاو هذه الحاجات تظهر للآلام، فالناس تفرق، ولهذا الماشية اللي نجيبوها على فكرة العيد الأضحى المبارك يعني. نعم الماشية اللي ننبه إلى هذا الأمر، الماشي احنا جزائريين ونعرفوا الماشية اللي نجيبوها من بعض المناطق اللي تتغذى على العشب الحقيقي وكذا، هذه كل الناس تعرفها، ولهذا جزاك الله خير إذا الضرر متنقل ويعود إلينا، هذه أيضا من الإضافات يعني موضوعنا نسببه. بالمناسبة الأستاذة فاتحة موضوعنا اليوم نحتاج إلى طبيب بيطري، نحتاج إلى كما ذكرت قبيل الأستاذ، نحتاج علم الإحصاء، نحتاج إلى الخبازين، نحتاج إلى ممثل المستهلك، يعني الحصة تقدر تأخذ أبعاد، لأنه كل زاوية إلا وراح يطرح لنا الطرح نتاعه، يطرح لنا الطرح نتاعو الذي يبين من خلاله الضرر اللي رانا موجودين فيه. أيضا المواطن راه جزء من المعادلة، ولكن احنا نحكو في العموميات، أنا معك أنه يزيد يعاود يولي ضرر للمواطن لا شك. ربما هذا شق فتحناه، لكن نعاود نرجع المطاعم الرحمة لأنه نعم. أكيد عندها شق إيجابي لكن شق سلبي أيضا يجب أن ننبه عليه. مطاعم الرحمة نحن مقبلون على موسم الأعراس، أيضا الأعراس نلاحظ أنه فيها تبذير، هناك فعاليات، ربما هناك استضافات لألعاب إفريقية أيضا ستقام هنا بالجزائر، وبالتالي أيضا سنشهد تبذير الغذائي. يعني أرجع إلى هذه الفكرة، ألا يمكن أن نبتكر حلولا إيجابية، حلولا فعالة كبنوك الأكل مثلا وتوزيعها على الفقراء؟ والله سيدتي الحلول كاينة يعني علينا غير نتصل بالمختصين في الميدان، الناس اللي راهي تعمل ونستشير، إلا لازم نديروا جلسات وطنية لكل موضوع، نديروا جلسات وطنية نجيبوا من مختلف الاختصاصات ونخرجوا بحلول صحيح. منطقية وديفينيتيف كما نقولوا. فنضيف واش قالت الاخت انه فيما يخص الحاويات للخبز، احنا وضعنا لافتات على مستوى الحاويات، احنا وضعناها حاويات بيضاء اولا من لون ابيض، وكنا وضعنا لتتميز عن الحاويات كنا الاخرى، كنا وزعنا اكياس شفافه خاصه بالخبز للمواطنين كذلك، وضعنا لافتات على مستوى الحاويات لا للتبذير وضعناها كبيره يعني. لكن هل الجزائري يقرأ مثل هذه الشعارات مثلا؟ حتى وما يقرأهاش أكيد يقرأ، لا للتبذير وعلى باله بالتبذير حرام، لكنه يبذر حتى ولا ما قرأهاش يعني. سامحني في الآخر، حتى بالنسبة للمتدخلين يعني لا أجزم، لكن أكيد فيهم من يبذر فعلا، يعني يقول لك لا للتبذير والتبذير حرام ومش مليح وهكا وهكا، لكن في نهاية المطاف هو يبذر. مستحيل أنه نوصل للنقطة الصفر، يعني ما نرمي ولا قطعه تاع خبز، لانه زمان راح ندخل نولي شويه اللور بارابول الحصه هذه، زمان كانت الامور المساكن كانت اغلبها افقيه. نعم يعني صحيح. تلقي دواجن، تلقي بالك كبش، تلقي عنده بقره في البيت، وكانت تجمعات. حتى النمط المعيشي تغير، وفرض المنطق تاعو وفرض الظروف تاعو والشروط نتاعو الوقت اللي رانا فيه، اصبحت البنايات اكثرها عموديه، الناس ما عندهاش لتاع، ما كانش الدجاج، ما كانش، وهذا راه حتى للعيد يعني الهيدوره والدواور اكسيتيرا، الناس ما كانش ترميها دوك ولا ترميها ها، فولا الان راه دخلنا في صناعه اخرى في استرجاع اخر. فزمان كانت الناس يعني الدواجن الخبز اللي يبقى يرحوه ويرموه للدواجن للابقار اضافه هكذا يعني، ما يبقاش حاجه كبيره ولكن يرموها. ولكن الان الامور تغيرت باش يوصل للنقطة الصفر، يعني يقول لك ما نرمي ولا قطعة صغيرة، هذه من المستحيل، ما كانش منها اللي يقدر يتحكم، لأنه حتى الطفل الصغير يخلوا له لابار تاعو ما راحش يكملها. إنسان كبير لما يقول لك شبعت شبعت يعني ما حتى تحتم عليه ما راحش ياكل، هذا أمر آخر. لما نرجع لمطاعم الرحمة، نبدأ من تجمعات يعني المطاعم الجامعية، المستشفيات إلى غير ذلك، حتى نوصل لمطاعم الرحمة. نعطيك دراسة
وملاحظة وضعناها في إحدى البلديات بالعاصمة بين رمضان 2017 ورمضان 2018. هذا واقع. البلدية هذيك في 2017 في شهر رمضان كان 4 مطاعم رحمة، مطعمين لأفواج كشافة، مطعم للهلال الأحمر الجزائري، ومطعم لأحد الخواص. كانوا 4 في تنافس شكون اللي يفطر أكثر وشكون اللي يدير وجبات أحسن، يعني على مستوى هذه البلدية شيء جميل، ناس تفطر صائم يعني عندهم الأجر عندهم إلى غير ذلك. العام هذا راه كاين مطعم واحد تاع فوج كشافة، الآخرين ما قدروش يفتحوا، ما ناش عارفين علاش. ولكن بين السنة الماضية والسنة هذه واش كاين التغيير؟ السنة الماضية ونعطيك هذا رقم رسمي من هذه المنطقة احنا اللي درنا متابعة، كانوا يرموا ما لا يقل عن 20 وجبة على كل مطعم، ما لا يقل عن 20 وجبة. كان عندنا 80 وجبة تترمى يوميا على مستوى البلدية هذه على مطاعم الرحمة على مستوى البلدية هذه. السنة العام هذا 2018 ما كانوش يرموا ولا وجبة واحدة، ربما يخصهم وجبة أو وجبتين، ربما تبقى وجبة، الوجبة هذيك اللي تبقى راح ياكلوها حتى العمال هذوك. شوفي الفرق. لذلك احنا رانا النادي ورانا نقول لازم تكون هناك هيئة لتنظم وتتبع مطاعم الرحمة. لما تروحي رئيس البلدية تقول له حبيت ندير مطعم الرحمة، ما راحش يقول لك لا لا، وكأنه ضد الدين، وكأنه ضد شهر رمضان، وكأنه ضد الخير، وكأنه. لما تقولي له حبيت ندير مطعم يقول لك لا لا اخويا استنى انا عندي 20 محتاج في البلدية، هاني مديت لواحد 20 وجبة يكفوا ما نرموش. يخرجوا عليه دعاه السيد ما حبش يعطينا وهذا ضد الدين وضد الى غير ذلك. فاحنا نقولوا الهيئه هذه يكون عندها احصائيات تاع كل بلديه، شحال كاين المحتاجين، اولا من هم المحتاجين؟ من هم الناس هذو اللي راهم يجوا يفطروا؟ يا هل ترى عابري سبيل محتاجين دي مانوفر اللي يخدموا في لي شونتي اللي في الاخر الاسبوع يروحوا، طلبه في الجامعه اللي ما لقاوش وين يباتوا راهم يجوا ياكلوا تما. ما عندناش حتى الارقام من هم الناس اللي راهم يروحوا المطاعم الرحمه، شكون هما؟ ساعدنا باش ما يصراش التبذير فعلا، نفهموا شكون اللي راه يفطر. هذا هو صح. الدنيا الشيخ راك تقول اقرا اقرا، كلش مبني على العلم، كلش مبني على المعطيات، كلش مبني على الارقام. صحيح. اذا عدنا للارقام ما كاش حاجه اللي جات قبل، يعني الاسلام هو اللي كان يتكلم اكثر على الارقام، كل شيء محطوط في القران بالارقام، هو الشيخ انا يزيد ياكد. فالارقام مهمه ومهمه جدا. لما ناخذ بلديه من اي بلديه في الجزائر لازم تكون هيئه تتبع من هم البلديات هادو، شكون هما الناس اللي راهم يروحوا يفطروا في المطاعم، نصنفوهم اولا. صحيح. بالك بالخميس والجمعه ما ولا بالجمعه والسبت ناس ما كاش تروح للبلاد تفطر مع العائلات نتاعها، ربما ناس ماناش عارفين ما بالي ترونزيتار شكون هما، ويكتاش يكون لي ترونزيت البابور يجيب لي 4 مثلا، لي كاميونير يكونوا بلا 4 مثلا. بمعنى الامور التقنيه مهمه، مش مهمه جدا النيه، ما تكفيش فقط النيه، لا مهمه جدا النقطه التقنيه. فلذلك العام هذا خلال هذه الاحصائيات يمكن حصر الموضوع من كل جوانب. الموضوع سهل جدا، صعب تكون سهل. هيئه يا اما يعطوها لوزاره الشؤون الدينيه، ولا وزاره الاقتصاد، ولا وزاره التضامن، ولا هذاك خاطنا خرج عن نطاقنا خاطينا. ولكن الهيئه راح تصنف. صحيح. وهي اللي تقول لك البلديه الفلانيه ما تعطيش اكثر من 80 وجبه مثلا، التصريح با بلوس دو 80 احتياجاتها، قال احتياجاتها 80، حبيت تزيد 5 زيد 5، تنقص 5 نقص 5. ولكن ماشي 200 نرمي 120، نفطر 80 ونرمي 120 وجبه. المره الماضيه كنت نمشي نسمع في الاذاعه وحده دايره واحد الجمعيه تاع يفطروا ناس يرموا 450 وجبه يوميا، هي تكلم قالت لي يبقاو لنا 450 روبا، وين راكم ديروهم؟ قالت لها ندوروا بعد الفطور نسربوهم. خلاص بعد الفطور الناس فطرت، واش راح تسير بهم؟ شكون راح ياكلهم؟ ما يرموهمش هما، يشدهم عليك، يشدها عليك بصحه من بعد يرميها، فراح يرميها هو خلاص فطر، بالك يتسحر بشويه ربما. ولكن هذا واقع. كان الجو حار يعني. صراحة أنا قلت لك أخت فاتحة جزا الله خير لأول مرة يطرح الموضوع بهذه الطريقة، لأنه صحيح احنا في المساجد نفرحوا ونحيي، أنا واحد من الأئمة 30 درس في رمضان أحيي مطاعم الرحمة، لكن الزاوية هذه مهمة، يعني ما يكفيش صدق النية على عيني وراسي، الخير على عيني وراسي، ولكن هذه تسمع إحصائية 400 معناها راكو دخلتوا في المحظور. الخير القاعدة الأصولية واش تقول؟ تقول المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم حكم المفسدة، ودرع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إلا نطعموا 80 واحد ونبذروا 400 نولوا دخلنا في الحرام، ما نولوش في الحلال، نولوا دخلنا في الضرر. وبالتالي الكلام هذا مهم جدا اللي راه يحكي فيه الأستاذ.
التقنيات الاخرى الدوله سمعت انا في الراديو شحال مره يتكلموا على قضيه النظافه. احنا عندنا مؤسسات تاع دوله تراقب وكذا جزاهم الله خير، لكن هذه الجزئيه والله غير ثاني في غايه الاهميه. ما نقدروش احنا شهر رمضان نخرجوا اخوان الشياطين فيه، مستحيل. ولا تبذر تبذيره، ما يجوش هذا الشيء، حرام. نعم تفضلي اختي. ربي يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نتابع هذه الآية الكريمة نعلق عليها شيخنا الفاضل. الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الآية تتكلم على لفظ الوحي هنا ابتداء، دل ذلك على أن الوحي ليس وحي واحد. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هذا وحي جبريل يأتي بماذا؟ بالوحي. لكن الوحي أطلق وقصد به الجماد، بأن ربك أوحى لها. وأوحى ربك إلى الملائكة، وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء يجادلوكم. هنا يوحي الله لماذا؟ للحيوان بإلهام وليس بجبريل. وأوحى ربك أي دلها بفطرتها على مسير معين. وأوحى ربك إلى النحل كمخلوق من المخلوقات. ربنا قال في خلق الحيوانات: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا ماذا؟ إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. بمعنى هناك نسق وقانون. قبل الأستاذ أشار إلى الحساب بحسبان، كل شيء راه بحسبان، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل أوحى إلى النحل لطريقة حياتها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه طبيعة حياة النحل وأماكنها. ثم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قلت لك أن طبيعة أكل هذا النحل هو الذي يكون من نتاجه ماذا؟ العسل الغير مغشوش. ولهذا هناك العسل المغشوش، العسل الحر. أما العسل الحقيقي الذي هو شفاء للناس هو العسل الحقيقي الذي يكون نتاجه من الثمرة، العسل المصفى. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الآن مع الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم الوضوء ولم يسأل على الميتة حين تخرج من اليم، فكان الجواب شاملا. ومنه العلماء قالوا: إذا سئل الرجل في مسألة فلا بد أن لا يكون بخيلا، أن يلم بمجموعة من الإضافات كما اليوم في الحصة، أن يثري السؤال فيثري من خلاله الجواب فيكون النفع عاما، وعمم الجواب على قدر ما تستطيع لعموم النفع. فقال: هو الطهور ماؤه، ثم أضاف له: الحل ميتته. فاستفاد الرجل فائدتين، وهذا من نعم الله. قال: تستخرجون من حلية تلبسونه، وقال لا كذلك اللحم الطري تأكلون منه لحما طريا. لكن هذا اللحم الطري حتى ويرميه يقذفه اليم، فالأصل فيه ماذا؟ الطهر والحل. وكذلك الوضوء لا شك رغم ملوحته، لكن هو ماء طاهر يغتسل منه الرجل ويتوضأ منه. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. أعود إليكم سيدتي الكريمة، ربما ككلمة ختامية في موضوعنا لهذه الأمسية حول تبذير الخبز بالدرجة الأولى وتبذير المواد الغذائية. طبعا التبذير، أنا قضينا أكثر من ساعة في هذه الحصة وإحنا نناقشوا في هذا الموضوع تاع التبذير الغذائي غير في الشهر واحد هو الشهر الفاضل، وما قدرناش مشي ما قدرناش نلحقوا الحلول. ناقشنا الحلول ولكن باش عرفنا بانه اي موضوع نقدروا نحاولوا ان نتحكموا فيه لازم تكون عنده دراسه مسبقه. اكيد الدراسه المسبقه هي اللي ناقصتنا، ماشي غير في هذا الموضوع، في مواضيع اخرى. نقولوا انه بالدرجه الاولى باش نغيروا السلوك تاع المواطن لازم الرغبه تاع المواطن في تغيير سلوكه. احنا كمؤسسات انا نقوموا بالدور تاعنا في تحسيس المواطن. المؤسسات بجمع النفايات نحاولوا انه هذا المواطن يعيش في بيئه تليق به. نطلبوا من هذا المواطن انه يشارك في هذا في جمال هذه البيئه اللي راهو يعيش فيها هو. بارك الله فيك سيداتي الكريمه على كل ما قدمتي في هذا البرنامج وعلى الحضور المميز، شكرا جزيلا لك. أيضا معكم سيد كريم، بما يمكن أن نختم هذا البرنامج؟
والله انا نقول الحمد لله ان الامور يعني فيه ايجابيه بالنسبه للحس الحضاري والوعي لدى المواطن. اكثر من 85% في المتابعات للدراسات اللي رانا نوضعوا فيها اللي رانا نتبعوا فيها، اكثر من 85% من المواطنين عندهم الحس هذا وعندهم الوعي الحمد لله. لقينا 15% من المواطنين اللي مازال يعني ما همش يتبعوا، ما همش رانا نتبع في الامور يعني ونبحتوا علاش. فلقينا من بين الامور اللي لقيناها انه يا هل ترى انا اديت عملي باش نطلب من المواطن يؤدي عمله؟ هل اديت واجباتي؟ لدي واجبات، لدي حقوق، انا مؤسسه نرفع نفايات، يا هل ترى عملت عملي جيت للمواطن رفعت نفايات في الوقت وخليت الشارع نتاعو نقي وجيت في الوقت اللي لازم وجات الشاحنه نتاعي في الوقت اللي لازم والعمال نتاعي جاوا كما يلزم الحال باش نطلب من المواطن يؤدي واجباته. لانه هذا من حقوقه، اديت له حقه فلازم عليه انه يؤدي واجبه. لازم نخلي شبكات تواصل، قنوات التواصل. الان دخلنا في نمط اخر يعني في وقت اخر من الزمن. الان التواصل، اسمع لي ونسمع لك، يعني وصل الاشكال تاعك ونحل لك الاشكال تاعك، ولكن لازم تسمع المشكل اللي عندي باش انت تعاوني باش نلقاو حلول. هذا مجتمع رانا عايشين فيه، المجتمع مبني على اسر، الاسر مبنيه على افراد. لازم الكل يكون متشابك باش نمشي بوطن وامه اللي بحبها الرسول عليه الصلاه والسلام، نتكلم عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. استاذ بوث الجو، انتم بيطري في الاساس، بيطري التكوين. يعني حبيت نوجه كلمه للمواطن الجزائري اللي يرمي الخبز على اساس ما يجيهش بنين، ما يجيهش مليح، ما يجيهش صحي. نقول له انه هذا الخبز اللي راك ترمي فيه راح يعاود يرجع لك شحيمه والحيمه وتاكلها وانت مهني ولاباس عليك، لكن تعاود تمرض. كيفاش ممكن نوجه له هذه الرساله؟ والله صدقيني سيدتي انا ضد هذا الخبز اللي يعطوه الاغنام والابقار والدواجن، يعني من الاساس ضد، لانه ما عنده حتى منفعه صحيه ولا منفعه يعني اون انرجي انابور انرجيتيك ولا انابور بروتينيك ولا ما عنده حتى فايده، يعني ما يصلح له ولا شيء. قال له ينكومبري برك يعمر الكرش وربما يجيب اضرار للحيوان هذا ويزيد يجيب اضرار اخرين للحم هذا باش يزيد يولي للمستهلك. فانا نبحته عن نقص التبذير والارشاد والترشيد في الاساس. لما نشري، لما نستهلك، نستهلك كما واش لازم ناكل، نشري واش لازم نقدر ناكل وما نرميش، وكي نشري حاجه مليحه ونحافظ عليها بصفه مليحه. بارك الله فيك استاذ كريم بوث الجو، كنتم ممثلون على مؤسسه اكسترانات، شكرا على الحضور المميز ايضا، بارك الله فيكم. شيخنا موسى عزوني اختم معكم في اقل من دقيقه. انا والله غير ادعو الله سبحانه وتعالى انه يهدينا. امين. والله ربي يهدينا ونتذكر النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا قالنا ربي، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، هنا الكفر هو كفران النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى الآية نختم بها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما قالش يعملون، قال يصنعون. الصناعة هي عمل متكرر، يقول لك فلان صاحب صنعة. فعندما نكرر العمل والفعل في التبذير نولوا وشنو؟ نولوا أمة تصنع التبذير، وهنا نكفر بنعم الله والعياذ بالله. فنتقي الله سبحانه وتعالى. ايضا شكرا لك دكتور، نتمنى لك الدكتوره، ربي يحفظكم شيخنا الفاضل، بارك الله فيك على كل ما قدمتم في هذه الحلقه. وشكر موصول لكل من ساهم في انجاح هذا العدد من برنامجكم المحيط المحاط، وعلى راسهم زميلتنا سهيله دومنجي في الاخراج. شكرا لكم متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.